عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فن تربية الطيور. رمضان مبارك عليكم جميعا. أخوة الكرام، اليوم سوف أتكلم في درس عن تجهيز إناث الكناري للتزاوج وما هي الشروط التي يجب توفيرها للأنثى حتى تقوم حتى نحصل على إنتاج من هذه الأنثى بأقصر وقت ممكن. طبعا الدرس بتمنى منكم مشاهدة هذا الفيديو الأخير، وبتمنى منك أخي الكريم المتابع لهذه القناة لأول مرة ضغط على زر الاشتراك وضغط على زر اللايك حتى تستمر هذه القناة بإذن الله تعالى. طبعا أخوة الكرام، أول شيء لازم تعرفوا أنه أنثى الكنار يجب أن تكون أتمت آخر مرحلة من غيار الريش. يعني غيار الريش بيكون عندنا غيار الريش، نحن بأي وقت ببلش الطير فيه، بتبلش الإنتاج مثلا الشهر السادس من العمر للشهر السابع أو الشهر السابع والنصف بكون انتهت من مرحلة غيار الريش. ورح نتكلم بالتحديد عن هاي الأنثى. هاي الأنثى الآن بمرحلة آخر غيار الريش. هاي الأنثى بمرحلة آخر غيار الريش. طبعا شو هي العوامل اللي بتساعد الأنثى على جهوزه؟ رح نحكي عنها بإذن الله تعالى. طبعا أخوة الكرام، أول شغلي لازم تعرفها أنه الأنثى يجب أن تكون أتمت العمر 8 أشهر، 8 أشهر حتى تحصل منها على إنتاج جيد. 8 أشهر منجهزها نحن بالشهر الثامن من العمر، يعني بصير عندنا صار عمرها 8، بصير بعدين نحن نجهزها شهرين، الشهرين هني رح يكون صار عمر الأنثى 10 أشهر. 10 أشهر أخوة الكرام تأخذ من الأنثى إنتاج على مدار السنة وبدون أي مشاكل. الأغلاط اللي كانت عم تصير قبل إنه والله نحن نجهز الأنثى بالشهر السادس او من عمرها يكون عمرها 6 شهور من جهزها للتزاوج، هذا الامر غلط وغلط كبير. والذكر اخوة الكرام ايضا راح افرجيكم الذكر ثاني، ذكر هذا الذكر اخوة الكرام اتم عمر 9 أشهر وحتى الان ما زوجته، علما تغريب وبرقص العود وكل شيء ولحد الان ما زوجته. ليش ما زوجنا لهالوقت هذا، وليش ما زوجت الانثى لهالوقت هذا؟ راح اقول لكم ليش. أخوة الكرام، الطيور في مرحلة صغيرة لما تكون بعمر صغير ما لازم نحن نزوجها بدغري، ما لازم نحن نزوجها دغري، لأنه تزويج الإناث بشكل بأوقات مبكرة عم يسبب عنا مشاكل بعنقود البيض. من هاي المشاكل أخوة الكرام صغر حجم البيضة، من هاي المشاكل أخوة الكرام تعطينا بطن والتانية وتنزل مرحلة غيار الريش، وأيضا مشكلة أخرى هي كسرة الأمراض، لأنه الأنثى لما يكون الأنثى غير مستعدة للإنتاج راح تسبب لنا احنا مشاكل. هاي المشاكل انه الأنثى ما بتقعد على البيض، ما بتعمل فرخ، ما بتاخذ منا إنتاج بشكل جيد. هاي الأشياء كلياتها سبب التزاوج المبكر عند الطيور. فنحن يجب ان نكون قد حصلنا على أنثى عمرها بعمر 6 شهور وبلشت في مرحلة غيار الريش الأخير. هلا رح فرجيكم اياها عن قرب باذن الله، رح نشوف الداش كيف عم يتحول من الرماده الى الجزره، من الرماده الى الجزره، هذا بيعني انه نحن بلشنا باخر مرحله من مرحله غيار الريش. لما بتصير اخر مرحله من مرحله غيار الريش يجب علينا هون نحن نتدخل. اول شغله ننتظر انت لحتى تخلص من غيار الريش، ثاني امر نحن بنسوي انه نعطيها فتره راحه مده 15 لـ 40 للشهر راحة، بعدين نحن نبلش بالتجهيز. شلون بنجهز؟ هلا بنجي مكان الشيء الأساسي بهذا الدرس هو كيف التجهيز. أخوة الكرام، في بداية هذا الدرس راح أقول لكم شغلة مهمة كثير. كسرة الخلطات المقدمة للطيور عم تسبب لها مشاكل، ونحن بتمنى من الجميع إنه لا تكثر خلطات لطيورك، لا تكثر خلطات للطيور، لأنه هذه الخلطات أخوة الكرام عم تسبب مشاكل للطيور. فيجب علينا أخوة الكرام الانتباه لهذا الموضوع. طبعا الحكي بيتطبق على ناس الكناري وناس الباجي. انسى الباجي أخوة الكرام، هلا رح أتدخل عن الباجي. العمر المناسب للتزاوج، العمر المناسب أخوة الكرام بتحدد الأنثى مو أنت، يعني لازم يكون الكير تبع الأنثى قد أصبح لونه بني داكن، مثل ما أنتم لاحظين أصبح لون البني، لون الكير لونه بني داكن. هذا كمان عامل أساسي بجهوزية الأنثى عند الباجي. شو لازم نتصرف عندما تقوم الأنثى بانتهاء من هذا العمر؟ شلون نحن لازم نجهزها؟ أول شغلة إخوة الكرام يجب علينا وضعها بقفص كبير. أمر آخر، وضع عوازل بين الأقفاص،
وضع عوازل بين الأقفاص، يعني بكل فاصل بنحط هون احنا فاصل وبنحط نحن هون فاصل، يعني بحيث الأنثى ما ترى أي نوع من الطيور الأخرى. هاي أول أمر. طبعا أنا هلا كنت عم بنظف الأقفاص، شلت العوازل وبلشت الدرس قدام أحط العوازل. بتحط العازل، أنثى ما لازم تشوف شيء، والذكر كذلك أمر لازم نشوف الأنثى. الأمر الآخر أخوة الكرام، يجب علينا تقديم لها الباتيه اللي رح نزلكم إياه بالوصف. باتيه بتقدمه أنت مرتين في الأسبوع. هذا الباتيه أخوة الكريم، أخي الكريم، بيعطيه ما يستريون للأنثى، وبيساعدها على الجوزي بشكل جيد، وبيساعدها على تخطي مرحلة غيار الريش أيضا بشكل مناسب. الأمر الآخر أخوة الكرام، الباتيه من ثم تقديم لها منقوع الخرنوب والتمر الذي تكلمت عنه أيضا في الدروس السابقة، وأصدع لكم الدرس له، وأصدع رابط الدرس في الوصف. أتمنى منكم كمان تشوفوه وتشاهدوا كيف أنا أقدمه لطيوري. أخوة الكرام، هاي الوصفة اللي بتساعد الطير على الجهوزية، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المحفزة للجهوزية. الأمر الآخر اللي بيجي عليه هو الخلطة. الخلطة أخوة الكرام، بتحط أنت يوم بالريف، واليوم الآخر بتحط الخلطة، واليوم اللي الذي يليه بتحط لها بالريف، يعني بتصير عندك أنت 3 مرات في الأسبوع في مرحلة التجهيز، 3 مرات كافية. ويجب عليك تقليل مادة النيجة فيها بشكل مناسب الطير الذي تضع له، تمام؟ الأمر الآخر اللي بيساعد الأنثى على الجهوزية، تقديم لها الجرجير. ورقة الجرجير بتقدمه مرتين في الأسبوع، ورقة الجرجير بتقدمها مرتين في الأسبوع. وأيضا أخي الكريم، بدك تقدم لها الحمام أو الاستحمام. الاستحمام يجب تقديمه مرتين في الأسبوع للأنثى التي في مرحلة غيار الريش التي تنوي لتجهيزها. بتقدم لها الحمام مرتين في الأسبوع، أيضا بيساعد الأنثى على الجهوزية، إن كان كنار وإن كان باجي. الأمر الآخر بيساعد الأنثى على الجهوزية أخي الكريم هو التشميس، الشمس. لما بتشوف انت في عندك شمس في الغرفه، الغرفه المناسبه هي افضل شيء للانتاج انه يكون فيها شمس. ايضا لما بتشوف انت الشمس دخلت على الغرفه فيك تشمس الانثى. التشميس امر مهم وعامل اساسي في مرحله التزاوج ومرحله الانتاج، بتجهز الانثى بهذه الطريقه. الامر الاخر اخي الكريم هو تقديم لها اللهم صل على سيدنا محمد، حكينا عن الباتيه وحكينا عن الخلطات، ما ننتقل على المناقيع. المناقيع عندما تقدمها انت الانثى في هذه المرحله حتى تتجنب النقطه السوداء، يجب عليك اخي الكريم تقديم الماده الاساسيه الا وهي موضوع الجزر مع الحلبي. موضوع الجزر مع الحلبي اخي الكريم بتقدمه مره واحده في الاسبوع، بالاضافه الى تقديم لها مره بالمره اللي بعدها بتقدم لها ماده اخرى مهمه جدا، هي عصير الثوم اللي بدي احط لكم اياه بالوصف. عصير الثوم مع الماء او مع ماء الخل وماء الليمون، تقدمه كمان مرتين في الاسبوع. هذا امر مهم جدا جدا قبل بدايه التزاوج الانثى. الامر الاخر اخي الكريم هو كبر القفص. كبر القفص، انا بستخدم هاي الاقفاص لتزاوج الكنار لحتى ما يصير عندنا تشحيب، لحتى ما يصير عندنا تشحيب والانثى ضل محافظه على رورقه وعلى جهوزيتها. طبعا اخي الكريم الامر الاخر هو اختيار الذكر المناسب للانثى، يعني لما بتختار لها ذكر فلنفترض انه عندنا هاي البنتاي بكري اول مره بدنا نزوجها، يجب عليك اختيار ذكر هو اكبر منها عمرا بحيث يكون عنده خبره سابقه، يعني بيكون هاي انت ما رح تلف العش معك دغري، فيجب عليك اختيار ذكر مناسب اكبر منها عمرا. فنحن حكينا عن هاي الانثى عمرها 8 شهور، يجب تقديم لها ذكر في عمر السنه والنصف قد سبق له ان تزاوج، حتى يعلم الانثى كيف تسق الفراغ وكيف تحضن البيض وكيف تطعم الفراغ. هذا الامر مهم جدا حتى تتجنب موت الفراغ. فايضا اخي الكريم الصوت تغريد الذكر هو السبب الرئيسي في عمليه الجهوزيه عند الانثى، فكلما كان لك عندك ذكر قوي التغريد ومستعد للتزاوج كان افضل لك اخي الكريم. يعني عندنا هاي الانثى في عمر مثلا 8 اشهر جهزناها للتزاوج، في عندنا ذكر هون بعمر السنه، بعمر السنه ايضا جهزناها للتزاوج. هلا نحن عندنا في انثى هون عم بتلف العش،
تمام؟ حطيته معها بعد ما انتهت البناء العشب وقعت بالبيض فوقعت على وقعت في السلم فدخلت عليها الذكر أنا، لأنه كمان حكينا في درس عن متى ندخل الذكر على الأنثى. هاي الأوامر وهاي العوامل هي اللي بتساعد الأنثى على الجهوزية. بالإضافة إلى ذلك يجب عليك تقديم منقوع الزنجبيل مرتين في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، يعني بدك تحاول تمشي مع النظام الغذائي ونظام المناقيع بشكل تدريجي وبشكل مناسب حتى تتجنب جميع المشاكل في المستقبل القريب، وتتجنب المشكلة الرئيسية هي عملية التزاوج عند الإناث. هاي الأمور كلها أخي الكريم بتساعد الأنثى على التزاوج. بتمنى تكونوا وصلتوا الفكرة بشكل جيد، وبتمنى لكم أخوة الكرام متابعة هذه القناة لأول مرة الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.